شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار. ما نعرفوش تيقتي راسك بلا قلتي ما غاديش نبالغ. زعما تيقتي راسك ما بالغتيش في هذا الكلام، ما كاينش شويه المبالغه. الفقر ما تراجعش في هذه البلاد، زعما هذه البلاد ما فيها حتى شي حاجه، كل شيء على الفقر، كل شيء. هذا الشيء راك انت براسك المره اللي فات تشكيت انت براسك وعساك المرأة المطلقة والعامل اللي عنده سميك واللي ما عندوش اللي خدام. الآن غير بلاتي يا أخي أنا تسنت لك. الله يهديك. ما يبقاش عندي الرد. المشكل ما تحتاج، أنا صريح. أنا ما غاديش نقول لك كل شيء مزيان. أنا نجي أكثر من هذا الشيء اللي قلت أنت. المشكل واش البلاد كتقدم ولا ما كتقدمش. أما الفقر باقي أنا جاي بالأطلس. راه الناس ما عندهمش ضو، تمشي لعديت بلاد. راه ما عندهمش الماء، ما عندهم، يلا تنصوبوا لهم الطريق، ما تصوبتش الطريق، ما جاهمش الماء، ما جاهمش الضوء، هذا الشيء 57 مليار. كون جيت لقيت هذا الشيء مزيان، كون قديته، دروك تنعطيو 40 مليار ديال الدراهم، عطينا دروك 35 مليار منها، علاش؟ هذه 15 ديال التي في ا. ملي جينا لوينو 18 مليار ديال الدراهم عطينا، جينا لقينا المدارس اللي تبنات 9 مليار دراهم ما تعطاتش، ما تنلومكش انت. غير تنقول لك تتبالغ شويه من هذا، اضطرينا نقصوا 15 مليار من الاستثمارات في 2014 2015 لان فعلا الاوضاع كانت مدهوره. ملي جينا في 2012 لقينا العجز فات 7%، ما تنلومكش. غير ملي تتكلموا عارفوا الواقع اللي كاين، ما نبالغوا. الفقر باقي الفقر، شكون اللي قال لك ما كانش الفقر؟ حتى المعطيات كلها اللي ما تدير الحكومه باقي الفقر. كاين الفقر في البلاد. قلنا لا، واش كنعالجوا هاد المراه اللي كانت مطلقه ولا ارمله؟ هاد الميزانيات اللي غاديه للطلبه، هاد الميزانيات اللي غاديه للتيسير، عواد 700000 غتكون ان شاء الله هاد العام 2,100,000. حنا كنعالجوا المشاكل زعما بين عشيه وضحاها. هادشي كل اللي تراكم غتعالجو انت فيهم. راه في الحكومه ما يمكنش تعالج، ما تلومكش، ما يمكنش تعالج داكشي المخلفات اللي لقيت انت كلها. واش قديت تعالجها؟ ولكن حسنت شويه، كل واحد اللي جا تيحسن شويه. اما نقولوا ما كاين هاد البلاد والو، الا سمعوكم الاجانب راه البرلماني تيقول هادشي، راه مصيبه على هاد البلاد. الا كان البرلماني تيقول كلشي سود، واه زعما شويه الانصاف. راه الانسان ماشي تيكون في المعارضه غير يشير، راه البلاد ديالنا تكون في المعارضه، ولا حنا كلنا مسؤولين. والله الا غرقتي الا غرقت معاك، كلشي غادي يغرق. اذا الكلام ديالنا يكون موزون شويه وشويه الانصاف. تقولوا باقي الطريق قدامك، غنقول ياه. شحال من مستشفى خاصني، شحال من سبيطار خاصني، شحال من مدارس، شحال من طريق، شحال باقي. دوك الناس جبد العالم القوي مازال ما وصلوش حقهم كاع. شكرا السيد الوزير.